ومن يدعي بالدين والوطنية ألا يكفي تقتيل هالشعب؟ ألا يكفي تهجيره؟ ألا يكفي تجويعه؟ ألا يكفي بأن يحطم مؤسسات الخدمية والصحية؟ ماذا تريدون من شعب سرقتوا كل حقوقه؟ يعني أنتوا تعتقدون هذا الشعب إيش قد حده؟ وأتسائل أنتوا كنتوا تدعون بأنكم قادرين وقادة قادة، أنتوا شعب حكومات متتالية غير قادرة على إدارة أزمة شهرين من كل عام، هل تسمى هذه حكومات؟ يعني ألا تخشون الله بهذا الشعب؟ تذكروا بأن شعب العراق إذا كنتم قارين للتاريخ بأنه مقبرة للطغاة، وإن شاء الله تكون قبور لكم. لن نسكت وسنستمر بإذن الله إلى أن تتحقق مطالبنا. نحن لسنا دعاة للقتال ولا طلاب للدم، وإن شاء الله نستمر إلى التعريف بمظالمنا والتعريف بهذه الشراذم التي خنقت وذبحت وشردت وسرقت العراق. صار 15 سنة يومية تقول باكر عقبه باكر سنة الاخ شنو يعني شنو مليار تريونات عمارة من عماراتكم البرة عمارة من عماراتكم البرة تسوي كهرباء العراق كلها، ما عندنا نفط الكهرباء من النفط، ما عندنا نفايات اي بلد ما بي نفايات ابد، بلد ما بي طاقة شمسية ليش بس هو انا اقول لك شنو هي هاي يا شعب انا ذلك بس الشعب ايش وقت يوعى ما ادري، بس خل اقول لهم اذا مو انا وذولا راح يجي جيل يعيد 91 والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مدينة المظاهرة عارمة اليوم حول الكهرباء والماء، يعني اذا كهرباء ماكو لازم تتحول عليه من على ابو المولد 35000 دينار، زين العالم اكثريتها عطاله بطاله لا عندها شغل ولا عمل، وشوف التسوق واقف لان الحكومه ما توفر سيوله ماليه، فلذلك انا جينا خلي يوفرون للشعب الكهرباء والماء والخدمات وعينهم على المواطن ويعطونا حصه من النفط لكي يعين روحه. ويا للاسف ماكو محاسب، ماكو برلمان اللي يحاسب ذولا الست وزراء اللي باقوا اكثر ميزانيه بالعراق باقوها اكثر من كل الدول العربيه، ميزانيه الكهرباء باقوها ذولا الوزراء السته وما حد حاسبهم. يا للاسف وين البرلمانيين؟ وين اللي كانوا يقولون احنا نشرع قوانين؟ شرعوا القوانين بس لجيوبهم، بس للبوق مالتهم، بس للفساد مالتهم. مع الاسف على هاي الحكومه اللي هاي الناس جاي تنتخب، والله ما جاي نشوف. احنا نطالب من المحكمه الاتحاديه تفعيل الانتربول، تفعيل الاوامر القبض على ذول الفاسدين، على الحراميه، على السراق، على اللي سوونا شركه الخصخصه اللي دمرت العالم بها. احنا نطالب من المحكمه الاتحاديه محاسبتهم ذول الحراميه. أثقلوا على كاهل المواطن من غير الخصخصة والجباية وغيرها، اليوم المولدات الأهلية كذلك ثقل آخر على المواطن العراقي، وكذلك على المستشفيات والصحة والتعليم. اليوم العراق مدمر بالكامل بفضل السياسيين الفاشلين الذين عادوا في الأرض فسادا وهلكوا الحرث والنسل. اليوم شباب محافظة واسط بمثقفيها وأساتذتها وطلابها خرجوا بمظاهرة حاشدة أمام مجلس محافظة واسط المطالبة بعصة واسط الكاملة من التيار الكهربائي، وإن لم يكن ذلك سوف نخرج بمظاهرة أخرى واعتصامات في الشوارع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجنا تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس محافظة واسط بسبب انقطاع الكهرباء ولمدة ساعات طويلة، كل أربع ساعات كل ساعات يجيبوها نص ساعة ساعة، وإحنا ناس فقرة بالتجاوز، وشهر تموز شهر السابع شوارعنا تعبانة، ماي ماكو، الكهرباء كلش مو زينة. والله إحنا تظاهرة سلمية وليس مدفوعين من جهة سياسية. بالنسبة لا عاد أنا أتمكن أشتري مولد، لا فرص عمل ماكو، شغل ماكو، وضعيتنا تعبانه، شوارعنا تعبانه، ماي ماكو، الكهرباء كلش مو زينه، واحنا بشهر تموز شهر السابع. احنا ان شاء الله نستمر بالتظاهره، تظاهره المره الثانيه قاضبه ان شاء الله، لان ما سوينا حل، حسب الانتخاب احنا خرجنا وانتخبناهم، بس خلي يعني سوينا حل، كهرباء كلش مو زينه. انا لا يعني بأطفاء عامه بالكوت كلها، يعني مو بس بمنطقه واحده، بالكوت كلها، يعني شوارعنا بالنسبه لمنطقه حي جهاد شوارع تعبانه. وإن شاء الله نستمر بالتظاهرة، تظاهرتنا سلمية. إحنا لا كهرباء ولا مي ولا مشاريع ولا تعيينات ولا أمن. النفط الجاي يصدر لمن جاي تروح فلوسه؟ المنافذ الحدودية الجاي طب من عنده فلوس وين تروح؟ هاي العالم ليش كاتل الحر؟ ليش المودات قبل نديرها نفط ما عندنا فلوس بنزين؟ شوية حسوا على أرواحكم الكل واحد. اللي يعرفني اللي ما يعرفني، الامون عليه اللي ما امون عليه، المحافظ رئيس مجلس محافظه والاعضاء وكل هاي العالم اللي انتخبناها قبل وصعدناها باصواتنا وهسه هم ضحكوا على العالم راحت انتخبتهم من جديد، نقول لهم شويه سحر على روحكم، انتم هم ولد هذا البلد، هم طالعين من بيوته، ترى عيب عليكم ايش تسوون؟ يا حراميه يا ترى تشبطونكم حرام، وين راحت الكهرباء مال العالم؟ المحطه 2500 ميجا وات تشغل ثلاث محافظات، خلي العالم كلها تسمع. ثلاث محافظات تشتغل بمحطتنا، ايش معنى محطتنا ساعة بساعة؟ احنا المفروض هاي اللي هيجي وضعه بالصومال. بالصومال هيجي وضعه، بالعالم هاي الكاتل هالظيم، مو احنا يسمون الكود الدجاجة البيضاء يصحون عينا مخانثة، والله عيب علينا وهم مدانا، عمت عين كل واحد، عمت عين كل واحد، اليوم ما اجى بهاي المحاضرة، ما بهاي المظاهرة. وما شوية لا حتى الشمس، عمي هاي اوجب من الصلاة والصوم، هذا هو جهاد، البي حظ هسه يطلع، مو يظنون بيته حاله حال مرته. زين انا اريد اشوف بس المسؤول يتحمل درجه حراره، يعني انا ذاك اليوم بنتي والله العظيم درجه حرارتها 40 درجه، 40 درجه يعني يتحملها هو ابن المسؤول هالشكل؟ زين ليش اريد اشوف اذا اكو مشكله كهرباء، اكو حلول جذريه، لازم اكو حلول، يعني ما معقوله، يعني هسه هم جمدوا الزراعه، الصناعه، التجاره، وصلوا لادنى المستويات، يعني مشكله الكهرباء ما تنحل؟ اذا هي شنو؟ هي سياسه، سياسه تجويع الشعوب، ان شاء الله رب العالمين يخسف بهم الارض ومثواهم نار جهنم. العبادي انا اجدن كعراقي ابن عراقي ارد اشوف هاي الكهرباء صرفوا عليها 52 مليار دولار من 2005 ولحد الان، قالوا يوميه الكهرباء راح تستقر، يوميه الكهرباء راح تستقر. اسال العبادي الاستاذ العزيز اسالنا الوزراء وزير الكهرباء، ما بيته كهرباء، ما عنده كهرباء بشكل، انا الرجل المريض العاجز ما اقدر، كاتن الحر والضيم والقهر، اريد اناشدن مناشده يحاسبهم يقول لهم تعالوا هاي 52 مليار وين وديتوها؟ والشعب قاعد يطلع مظاهرات. حبيبي اقدر افتهم السالفه، بس سالفه اقدر افتهمها، افتهم العالم اليوم طلعت مظاهرات، اليوم الكهرباء استقرت، شنو السبب؟ السبب شنو هو؟ نعرف السبب شنو هو؟ السبب ان الكهرباء كل شيء ما بيها. وثانيا يحجون يقولون الكهرباء تعبانه والمحاولات تعبانه وهاي محاولات تعبانه، صار 14 سنه تعبانه المحاولات؟ غير نعرف؟ 14 سنه صار الكهرباء. 14 سنه ما سويت المحاولات؟ شنو بس بوق بس لغف بس يضمون بجيوبكم؟ شنو الوضعيه؟ نفتهم الوضعيه، احنا هم بشر على باب الله. على باب الله مصموطين من الصبح لليل. وشكرا. المظاهرين طلعوا ضاربيهم بالهذا. والمظاهرين هسه طلعوا ها واعتصموا ها وبعدين هددوهم تحت تهديد السلاح وبعدين يطلعون. ليش يضربوهم؟ ليش؟ يعني المحافظ وعدنا قال على اساس منا لثلاثة ونص ها؟ لثلاثة ونص المحافظ وعدنا قال اكو كهرباء راح تستقر ورا ثلاثة ونص، انا اعطيكم هذا، شو لا استقرت الكهرباء ولا هاي، تجي من الساعة وتطفى، تجي ساعة تطفى، ماكو شي وعد. عم فقير الدمر، عم الناس كلها مرضى، كلها امراض مزمنه عندها، دمرت كلها ماتت الناس، ولا دول عشان المستشفيات كلها مرضى خطيه من ورا الكهرباء. ها
ما يصير هيك شيء. يعني من يطلعوا مظاهرات قالوا راح تستقر الكهرباء، يعطونا اياها ساعتين وبعدين طفت. من الصبح لهسه، من الصبح لهسه يعني طفت، يعطونا يوعدونا يوعدونا وكذب. يعني واليوم هم طلعوا مظاهرات اليوم. اليوم طلعوا مظاهرات واعتصمت الناس، ليش تضربوهم؟ غير مظاهرات على مود يطالبون بحقوقهم. ابسط شيء الحقوق هي الكهرباء عند المواطن. يعني بهاي الجو درجه حراره 52 قاعد وماكو كهرباء، ما يصير هيك. صرفت مليارات فلوس على مود الكهرباء والمحطات، وين هي؟ يعطون محطه يودوها لبغداد الكهرباء يحاولوها. ليش احنا عندنا محطه مالتنا ما زبدتها؟ بس مويه. شنو بس مويه؟ احنا شعلنا بس مويه. احنا مواطنين الكويت، احنا نريد كهرباء لنا. احنا نطالب المحافظ واسط لازم يسوي لنا حل هاي الكهرباء. واشكرك. الى متى هذا السكوت؟ قل لي. موضوع مسألة الكهرباء ومعاناة الشعب العراقي قاطبة اللي مستمرة هي ما يربو على 3 عقود. في زمن الحصار ربما كان اكو فد مبرر معين، مواد ما تجي. اما حاليا وبعد هذه واردات الشعب العراقي وثرواته وامواله من النفط وغيرها، امواله اين تذهب؟ قطاع الكهرباء معطل. ابسط حقوق الشعب، ابسط حقوق الانسان هو ان يعبر عن حاجته، ان يطلع بتظاهره سلميه يعبر عن حاجته ويعارض اي قرار خاطئ او يبدي رايه. ما ممكن تكميم افواه اي شعب. هذه نقطه. النقطه الثانيه موضوع الخصخصه وجعل الكهرباء ضمن موضوع الخصخصه. الخصخصه تكون بالدول اللي ما عندها موارد حتى تحول الخدمات معينه الى القطاع الخاص. زين ثروات البلد، ثروات الشعب الاصليه وين دي تروح حتى احنا نحول القطاع الخاص؟ الاموال العامه والثروات العامه شنو مصيرها؟ مع هاي الميزانيات الانفجاريه اللي كل سنه دي يحققوها من ارباح للدوله. هذا الموضوع الوحيد. طبعا السؤال التقليدي، الكهرباء وينها؟ الكل هسه جاي يتحدث عن الكهرباء وموضوع الكهرباء. اولا من المعيب انه محافظه منتجه الكهرباء وقدره الانتاجيه للمحطه اللي بالمحافظه 2550 ميجا واط، والمحافظه تفتقر الى ابسط مقومات الكهرباء. اذا تسالون عن موضوع الكهرباء فاكيد هذه موضوع سرقات، وكل الموضوع الان يتعلق بخصخصه الكهرباء. لو كان موضوع الخصخصه ماشي لليوم شفتوا الكهرباء موجوده بالمحافظه، لكن لان الخصخصه ما موجوده وهذه الخصخصه تفيد كثير من المسؤولين بالمحافظه والشعب او الموجود بالمحافظه كله ما يقبل بالخصخصه، فلذلك المسؤولين هم اللي جاي يحاربون المواطنين على موضوع الكهرباء، واكيد هذه كلها موضوع سرقات لا اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم محافظة واسط خرجوا بتظاهرة كبيرة لمطالبة بأحد حقوق أمها الكهرباء. يعني الكهرباء هي أبسط حق مشروع، وخرجوا بتظاهرات سلمية، ولكن مع الأسف انقمعت التظاهرات بالقوة ورفعوا الخيم. وهذا شيء ما مكفول وفق الدستور، الفقرة 32 من الدستور تكفي الحق التظاهر، التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل. يعني طلعوا مظاهرات سلمية، اعتصموا ونصبوا خيام، ولكن القوات الأمنية قمعت هذه التظاهر. والقانون هو يكفي الحق التظاهر، أي مواطن يعاني من نقص، عوز، بقر، بطالة، أي مشكلة يعاني منها من حقه أن يرفع صوته يظهر. يعني درجة الحرارة أصبحت بالعراق هسه فوق 50 وكهرباء ماكو بالعراق كله. يعني ما لاحظ قبل الانتخابات كهرباء يعني نقول طبيعية أحسن من هسه، هسه الكهرباء نهائيا انقرضت. ومع الأسف إحنا محافظة واسط عندنا محطة بالزبيدية تغذي الكوت، نقلوها لبغداد ونقلوها المجمع بسمة على استناد. يعني هسه الكهرباء ساعة المواطن ما يشوفها، ويطلع وزير الكهرباء يقول يشغلون سخانات بالصيف، ومع الأسف البارحة قبل فترة يطلع رئيس الوزراء يقول حاطين سبالت بالحمامات، ما يجي يشوف أي مواطن يحط له سبلت بالحمام. هو كهرباء ماكو نهائيا. من اللي حاط؟ جماعة الخضراء اللي حاطين تكييف وتدفئة بالحدائق. يعني حتى لو حاطين تبريد وتدفئة، حتى لو يطفون السخان، مواطن من حق الكهرباء، أبسط حقوق المواطن هي الكهرباء. يعني ما منادين بشي صعب، خدم
فلوس العراق كلها انباقت على الكهرباء، مليارات خزينة الدولة انصرفت على الكهرباء، مشاريع كلها وهمية، مشاريع كلها فساد، باقوا فلوس العراق كلها، مع الأسف واحد مواطن واحد متحاسب، آلاف من العالم باقوا فلوس العراق، مشاريع كهرباء جبنا مولدات جبنا كذا، وكلها مشاريع وهمية ومشاريع كاذبة، ومع الأسف ضعف القانون في العراق وضعف الرقابة. احنا ما نعتب على الحرامية، نعتب على الجهات الأمنية، على الجهات الأمنية اللي تراقب الحرامية، كلها واحد متواطي وإلاخ، واحد يغطى على الأخ، مواطن عراقي واحد أي مسؤول يتحاسب. قلوا لي صار من 2003 سقط النظام لحد الآن، حاسبوا لهم مواطن، سجنوا لهم وزير، محافظ، كلها تختلس، حكومة بأكملها ثلاثة أربعة، مع احترامي للقلة القليلة الميبوقون، شنو مواطن عراقي درجة الحرارة فوق 50 ما كهرباء؟ بأي بلد في العالم، يعني بأي دولة في دول العالم إذا طفت الكهرباء خمس دقائق يطلعون تظاهرة. إحنا بمحافظة واسط اليوم خرجنا بتظاهرة سلمية، ولكن التظاهرة انقمعت بالقوة. ليش؟ مو الدستور مالتكم يقول المادة 32 من حقك أن تتظاهر ترفع صوتك إذا عندك أي معاناة؟ لوش هيجي؟ ايش يسوي المواطن؟ خرجنا بتظاهرات، عجزنا، ملينا، ولكن ماكو واحد يذب. يا اهل يجينا يلصق عيوبه ونقاط ضعفه وفشله بسرقاته بغيره من المسؤولين ويسقطه بنظر المقابل، والعراق شاف الويلات من وراء هاي الحكومه. والله العظيم الحكومه تعبت الشعب، وصلنا لا مفترق ضعيف، والشعب راح ينفجر، والشعب اذا انفجر بعد هيهات هيهات هيهات. تعبنا والله تعبنا، يعني الكهرباء عصب الحياه، المي والكهرباء، لا مي ولا كهرباء، خدماتنا هاي صفر. ايش سووا الحكومه؟ اريد فشي من الحكومه يذكر، سووا لهم شيء حلو يذكر بيه المواطن؟ ماكو اي شيء، بس سووا سرقات. يا اهل يجيبوك ويا اهل يطلع على شاشه التلفزيون يحكي بالسرقات والفساد، لعد هو منو باقي الخزينه؟ المواطن؟ ارصدتكم بالخارج مليارات، ارصدت الحكومه بالخارج. لا تحاسب احد، لا انسجن احد، لو يحكموا لهم واحد اثنين من هالحراميه الباقوا خزينه العراق أصبحوا مليارديرية، اجوا من خارج البلاد ما يملكون ألف دينار، هسه كل واحد رتل من السيارات يمشي وراه مصفحات وأربع أربع خمس تريلات مال بنزين، يعني حقه هذا المشايف وجاي يحكم العراق. مع الأسف حكومة فاشلة، حكومة تعبت الشعب العراقي بأكملها الحكومة بريدها. يعني الوزير يشتري المنصب بالشدة، شو يسوي هذا؟ تتنباع وزارات وهم كلهم يعرفون، يطلعون المسؤولين على شاشة التلفزيون اختلاس فساد اختلاس فساد. انتوا الجهات الامنية والرقابية مال مجلس الامين مال مجلس النواب، انتوا اللي تراقبون الحرامية، ما قضيتكم حرام في يوم متحاسب؟ انتوا هم متواطين وياهم، مع الاسف الشعب العراقي، ولكن الشعب لن يسكت لن يسكت لن يسكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان احنا قضيتنا قضية مصيرية صارت ويا الكهرباء. سنة سنتين 10-15 سنة صار. الميزانية ثلثة للكهرباء صارت. كم دوب احنا نظل نتوسل بالدولة الكهرباء يومية مقطوعة. لا ليل لا نهار. لا سنة لا سنتين، إلى متى يعني إحنا ويا الكهرباء؟ يعني نقضي عمرنا كهرباء ماكو. مليارات العراق وين صارت؟ وين ودوها؟ يعني كلها بجيوب المقاولين وبجيوب الكبار. أسلم واحد قبل يقول يحكي، يقولون الكبار ليش تحجون عليهم؟ قلونا يمن الإلداء حتى نجيب له دواء. يعني تردونا نطلع مظاهرات، تردونا نطلع نخرب، شلون؟ هاي دولتنا وهذا وطننا، انتم تعبثون بي؟ فما تخافون من الله؟ ما تخافون هاي الاطفال المساكين؟ ما تخافون هاي عوائل الشهداء؟ الى متى يعني نبقى نطالب هم يوصل حد ويانا؟ فاحنا راح نمطي يوم يومين ندار، وبعدين نقوم بالقوة نطلع مظاهرات
نسوي في الشغلات اللي لازم تخلونا حد، فاعطونا مجال نعطيكم مجال. عليك هلقد، عليك هلقد عمي، الله ما يقبل. وين صارخ مستعسنة؟ شنو قدمتوا للعراق؟ شنو قدمتوا للمواطن؟ شو شفتوا سيارة لادة مراكبين؟ هسه كل من ركب سيارة ما ادري شو يسموها الجديدة. زين ما يصير، الله ما يقبل عمي يباعوا على الشعب. والله شنو؟ بلطنا شوية الشارع، سوى له نخلة، زرع له شجرة، ما يصير. هذا الشعب تعبان، الشعب مظلوم. من آدم حوالي عدنا أنا العراق مظلوم. ما يصير، الله ما يقبل. ليش؟ وين هاي المليارات؟ مليارات وين؟ وين تتودوها؟ المن قاعد تطوها؟ من مستفاد منها؟ أنا مستفاد؟ أنا قاع ما عندي بيت، ما عندي. ليش هيجي؟ احنا ناشد الحكومة هاي الموقرة، نقول موقرة ولو هي مو موقرة، نقول موقرة كافي ظلم. قبل تقولون هذا مجرم، راح المجرم. هسه علينا بالبل هاي الدنيا كافي عاد. تبط الكهرباء اشتعلت، تبط اشتعلت، تبط اشتعلت، شنو قطة؟ ما تقول شنو سوينا؟ سويتوا لنا شنو؟ هذا بس مبارك جايبينك تستعجبونا وجبة سيارات والعالم ميت من الجوع. كافي عمي، ديروا بالكم على هاي الناس المظلومة. هذا الشعب تعبان، يعني الشعب دسين مشاكل. تروح للمحكمة تزوج له 10 أيام وطلق مرته من وراء المشاكل، لا عنده قاع، لا عنده بيت. شوية عينكم على هذا المواطن، خطية. هذا تجي لو يروح يتطوع خطبة على الشرطة، لو يتطوع للشرطة يطلع راتب، لو ماكو ماكو. مظاهرات شنو سووا؟ هاي المظاهرة حبر على ورق. زمن كل مؤتمر يصير، آخر مؤتمر مال جامعة العربية، يقول القذافي حبر على ورق. هاي المظاهرة حبر على ورق، عيب كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. رغم الأموال الطائلة التي صرفت من أجل إصلاح المنظومة الكهربائية في العراق وخاصة بعد التغيير، والتي تجاوزت على أقل تقديرات 47 مليار، إلا أنها للأسف الشديد لم تأتي بشيء لحد الآن، وما زالت الشعب يئن بفعل التلكؤ الكبير بمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية. محافظة واسط من المحافظات الغنية جدا، وفيها محطة الزبيدية القادرة على تجهيز المحافظة بالكامل وتصدير الفائض إلى محافظات أخرى، ولكن مع ذلك لا توجد هنالك نية صادقة لدى المسؤولين لا في المحافظة ولا في بغداد من أجل حل هذه المشكلة وإسعاد المواطن. نحن لا نتحدث عن محافظة واسط فحسب، إنما هذه المشكلة هي على مستوى العراق ككل. يجب أن تكون هنالك حلول جذرية وناجعة وفعالة من أجل النهوض بالواقع الذي يعيشه المواطن، الواقع المزري والحالة اليائسة والبائسة التي يعيشها المواطن العراقي. يجب أن تكون هنالك أيادي مخلصة أمينة تستطيع أن تنقذ هذا المواطن البسيط الذي لا يجد ولو أقل تقدير أنه في المدى البعيد، لا يسعى للمدى القريب. الكهرباء ما زالت المشكلة الكبيرة، مع أنها عصب الحياة، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ووجود محطات موجودة قادرة على تجهيز محافظة واسط بالكامل، إلا أن هنالك تلكؤ كبير. لا زال المواطن يشعر بالحيف، واليوم خرجت تظاهرات كبيرة في المحافظة وستعلن اعتصامات كبيرة أيضا وتقطع الطرق. وأعتقد أن القادم لا يبشر بخير فيما إذا كانت هنالك تجاهل، كان هنالك تجاهل أو عدم وجود آذان مصغية لمطالب الشعب. الشعب لا يريد إلا مطالب بسيطة، وهي كل ما هنالك تجهيزه بالطاقة الكهربائية. كذا يا عزيز
عزيزي، تجهيز الطاقة الكهربائية تجهيز متلكئ، المواطن لا ينعم بشيء من الكهرباء رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها، إلا أن المواطن لا يزال يئن تحت درجات الحرارة العالية التي فاقت كل الاحتمالات. وكذلك نظام الخصخصة، نظام الخصخصة أعتقد أنها لا نريد أن نتجاوز بعض الحدود، اتفاقات كبيرة من أجل إضعاف المواطن ومن أجل زيادة ثقل كاهل المواطن، يجب أن تكون هنالك وقفة لجميع الأحزاب السياسية، الكتل السياسية، منظمات المجتمع المدني، الناس الشرفاء النبلاء في الحكومة سواء كانت الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية، يجب أن يكون هنالك شعور لدى هؤلاء المسؤولين بضرورة تخليص المواطن مما هو عليه، وخاصة ونحن نعيش درجات حرارة غير مسبوقة، درجات حرارة عالية، والمواطن لا يملك شيء ولا يريد شيء سوى مطالب بسيطة ممكن أن تستطيع الحكومة تلبيتها. بالنسبة للكهرباء يعني احنا بس اكو تساؤل، يعني احنا نطرح على الحكومة او وزارة الكهرباء انه الكهرباء من 2003 لحد الان ما نعرف شنو يعني فيلمها بالضبط، شنو اللي الشيء اللي يعني هسه مثلا مطلوب من عندنا احنا حتى ننطي الكهرباء حتى تجينا، يعني شو مزعليها احنا الكهرباء صرفت عليها الدولة مليارات الدولارات بس لحد الان اي نتيجة ماكو، مولدات جاي يجيبون، محطات كهربائية تفتتح بس ما مستفادين من عندها، قالوا لنا الكهرباء راح يصدروها ب 2012 ما ادري هذا، بس لحد الان احنا ما شايفين الكهرباء. اعتصامات جاي يصير كل المحافظات، لكن هاي الاعتصامات هسه قبل يعني ساعتين تقريبا اكو كانت اعتصامات هنا بمحافظة واسط، قمعوها التظاهرة على المتظاهرين، يعني أكثرهم راحوا اعتقالات، فأريد نعرف يعني سبب انقطاع الكهرباء شنو بالضبط فيلمها، يعني شنو اللي الكهرباء يعني متى نتنعم بالكهرباء مثل باقي الدول المجاورة. احنا بلد الخيرات عندنا يعني الحمد لله وشكر الطاقة الشمسية، بس الطاقة الشمسية يعني نقدر نولد من عندها، ليش احنا ما نستغل اكو فرص للكهرباء ممكن احنا يعني نستغلها، حتى عندنا محطة الزبيدية اكبر محطة بالشرق الاوسط بس ما نعرفها وين، يعني وين الكهرباء جاي اصلا، ابسط شيء احنا محافظة واسط ما مستفادين من عندها، شنو يعني الكهرباء الى متى هذا الظلم اللي جاي يصير على العراق، ابسط حقوقنا هي حق الكهرباء، ابسط الحقوق، هسه اذا الحقوق الباقيات احنا مثل ما يقول ما جاي يعني نعرف عنها اي شيء، لكن الكهرباء وهذا الجو الحار يعني بلغت درجه الغليان عندنا، ف يعني ناس مرضى، اطفال، مستشفيات، يعني ما ادري الشعب العراقي الى ان يعني مظاهرات جاي يعني تطلع بس ماكو نتيجة، يعني معتصمين، يعني ما أعرف يعني شنو الحكومة إلى متى تبقى نايمة وساكتة عن هاي الكهرباء. الحقيقة الواقع المتردي، وهذه الحكومة الكرتونية، الحكومة الصماء، الحكومة التي لم تقدم أي شيء للمواطن كبار السن، هذا الأنين الذي يأنه المريض، وأيضا صراخ الأطفال ووجع المرضى، كلها ستكون جهنم على السياسيين الذين خدعوا الشعب، وخصوصا وزير الكهرباء، هذا الشخص الكاذب الذي أوهم العراقيين بكثير من الأكاذيب، واليوم واقع الحال هو حال مزري، وهناك تذمر أيضا وتظاهرات، القادم لربما سيكون أسوأ في الفترة القليلة القادمة، وخصوصا ونحن في هذا الشهر في شهر تموز، درجات الحرارة مرتفعة، ترى حتى نفسية المواطن بدأت تتحول، حالات غضب وحالات هستيريا، كلها من أسباب تردي واقع الكهرباء. نطمح أن تنتبه هذه الحكومة لما تفعله بحق المواطن، وهم ينعمون تحت أنواع التبريد وفي دول الجوار. للأسف الشديد حكومة لم تفي بوعودها، حكومة فاشلة،
حكومه ساقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عندنا كثير من التساؤلات حول قضيه الكهرباء بالنسبه للناس الفقره، العراق متزايد بخط الفقر والناس الفقيره، هذا منين يجيب اجور مولده؟ منين يجيب اجور للكهرباء؟ والدوله تقطع عليه الكهرباء في درجات حراره عاليه جدا، يعني العراق ما شاء الله هي هاي الشغله الوحيده اللي حصلها انه يكون الاول بالعالم بارتفاع درجات الحراره، اذا هذا فقير منين نجيب؟ طلاب امتحانات خصوصا طلاب يحددون مستقبلهم مصيرهم، طلاب السادس الاعدادي اللي تدفع عليهم الكهرباء، هذا شلون يقدر يقرا؟ شلون يقدر يراجع؟ اما بالنسبه لموضوع الخصخصه، طبعا هن الموضوع عن متعلقات واحد بالاخ، موضوع الخصخصه اللي وراء فاسدين من محافظين من وزراء من ناس مسؤوله في مناصب عليا حتى يستفادون منه، يمدون ايدهم بجيب الفقير وياخذون يمه لاجل مصالحهم الشخصيه. موضوع الخصخصه صارت حرب نفسيه، يعني احنا العام الكهرباء احسن من من من, من هاي السنه، بس موضوع الخصخصه هو اللي 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 حرك هاي الاجواء وحرك هذه الاشياء حتى يقطعون الكهرباء عن المواطن وظل هاي الدرجات العاليه من الحراره. اما احنا اليوم كمتظاهرين بواسط حقيقه كان اكو تعاون من قياده الشرطه، لكن نرفض كل الرفض لما قامت به قياده الشرطه من اوامر سواء من قائد شرطه واسط او من وزير الداخليه بالتعرض بالضرب والاهانه للمعتصمين وحلهم بالقوه، ونطالب منهم الاعتذار للمتظاهرين فورا، زين، لان هذا التصرف غير مقبول. المواطنين من طلعوا لنفسهم وللمنتسبين نفسهم. شكرا جزيلا. طبعا الخصخصه راح تروح اول وتالي راح تروح للحكومه وما يستفاد منها، مو بس الخصخصه، البترول، الفوسفات، اي نوعيه من اكو هوايه جبايه مال المياه، جبايه مال البلديه، جبايه يعني كل الجبايات اللي تصير تروح من ضمنها جبايه الكهرباء اللي هي سموها خصخصه الحاضره، هم تروح في بطون الدوله. واكو هل انه اسال الاخوان المواطنين كلهم يعرفون، هل انه سمعتوا انه كهرباء تنطفي على الاحزاب؟ احنا من محطه واسط تجينا ساعتين، واحنا هنا عندنا محطه كبيره اسمها محطه واسط وهي هسه مبوله 2000 ميجا، ما اعرف ليش ما يعطونا. ناس يقولون مبيوعه، ناس مبيوعه يقولون هيك للناس يعني مثلا للغربيه ما غربيه، احنا نسمع كلام بس احنا هنا كهرباء ما موجوده، ولا ونحكي ونسولف وطلعنا مظاهرات واحنا نعلن بس نعرف السبب. هل انه اكو احد جاوبنا من المسؤولين؟ اتمنى من المسؤولين جاوبنا. وين السيد العبادي؟ هل انه ايس من الناس اداء الدوله؟ يعني هل هذا الوزير يخاف من السيد العبادي انه يقول له تعال تنحى؟ ما اعرفه. هاي اسئله هواي قدام مواجهه قدام رئيس الوزراء ولازم يشوف لنا سرعه حل. بموضوع خصخصة الكهرباء، طبعا هذا الموضوع اكو ناس جهات مستفيدة من عنده، والجهات هذول ناس متمثلين بالدولة، وهذا موضوع الخصخصة عانينا ما عانينا وطلعنا تظاهرات واجينا وودينا وما حصلنا نتيجة، وبالخصوص مجلس محافظة واسط غير متعاونين، هاي وحدة. اثنين بالنسبة للكهرباء، يعني معقولة هاي الكهرباء هاي الدول العالم اللي قاعد تتطور وتروح، معقولة يعني 40 مليار من سنة 2013 الحد هذا يومك كهرباء ماكو؟ هاي ما يعني ما صايرة بتاريخ العالم. وهسه احنا حقنا من حقنا قاعد نطلع تظاهرات، ليش هسه احنا قاعد نتجابه من قبل الجهات الأمنية اللي عندنا بمحافظة واسط بالضرب والشتم؟ ليش احنا غير طالعين على مودكم وعلى مود أطفالكم وعلى مود أطفالنا؟ يعني لا، هسه احنا قاعد عندنا امتحانات خطيه دروس منتهيه، زين، الطالب خطيه قاعد يعاني، الام قاعده تعاني، الشايب قاعد يعاني، المريض قاعد يعاني، بعد ما اعرف احنا شكوانا بس لله بالله. وان شاء الله غير هاي هسه اكو مظاهرات سلميه، ورا المظاهرات السلميه راح يصير حراك شعبي هنا واحتمال تصير مظاهر مسلحه، زين، وهاي تتحملها الدولة ويتحملها قائد الشرطة ويتحملها المحافظة ويتحملها مجلس محافظة ويتحملها حتى الأحزاب الباقية، لأن باقي الأحزاب ما قاعد تساند ويانا، بس مجرد ناس احنا فقراء قاعد نطلع.
وانتم النفس الحقيقي اللي توصلون به للحكومة الوطنية الحكومة الفتية. للأسف أنا عتبي على هذه الحكومة اللي صار لنا 15 سنة حقيقة، كل شيء ما شفنا من حال إلى حال إلى أسوأ الأحوال اللي إحنا عايشين بها. أنا بالنسبة لي عمري صار 67 سنة بهذا العراق العظيم، الحقيقة دمرنا، الحقيقة حال يرثى إلى، يعني ليش هاي الفلوس هذا النفط اللي العراق اللي عائم على أبحر من النفط، وين هاي الفلوس؟ معقولة 15 سنة إحنا ما عدنا منظومة كهرباء؟ شنو نذنب هاي العالم؟ يعني إحنا بالنسبة لنا كبار السن أطفال الحقيقة والله وضعنا كلش تعبان، يعني شنو؟ أنا خلي أقول معذرة بهذا كلامي، يمكن أقول الكلاب أحسن صارت من عند وضعنا هذا، الكلب هم يجلس سامع هم يشوف لفت حفرة بيها شوية مي يتبرد ويأخذ راحته، أكلنا البق، كهرباء ماكو، مي ماكو، إلى متى؟ إذا ماكو هالشكل يعني نبقى بهاي الوضعية خلونا نهج، نهج ما نبقى بالعراق، شنو باقين بالعراق؟ زين، يعني هو هذا اللي حالنا والله هسه هاي محافظة واسط. ومع كل احترامي للسيد محافظ واسط الحقيقة أنا التقيت وشفت اللقاءات اللي إله اليوم، أيضا التقى ويا السيد وزير الكهرباء، هم جاي ما أعرف شنو اللي يردونه من عندنا، يعني عندنا محطة يعني تغذي واسط كلها، ليش ما ينطونا كهرباء إحنا عندنا؟ إحنا أولى بيها، ليش يعطوها لبقية المحافظات؟ صح التعبير يعني إحنا معلومة توصل إنه الكهرباء جاي توصل لغير مكان، ما يصير، احنا اولى بالمحافظه الكهرباء لنا، وهاي شغله الخصخصه، هو شنو الخصخصه؟ وبعدين انت تجون هذا الشعب التعبان، هو منو عنده؟ انا من الناس رجل متقاعد، كل شهر انا اتقاضى 800 دينار، هن 800 دينار فعلا 800 دينار، المن انطيهن؟ وبعدين تجيني شغله الخصخصه، اذا كلا كلا للخصخصه، ماكو خصخصه، وعليه نحن جماهير واسط نرفض هذا الاجراء. واي خصخصه ماكو، حتى لو يطبقون خصخصه العالم ما عندها فلوس، اغلب الناس صدقني والله انا ضمن محافظه واسط عالم ما عندها، كسب الناس تركض تفتر تدور على لقمه عيش ماكو، عوائل كيلو طماطم ما عندها تقدر تشتري، وبعدين يجيبوا لي خصخصه هو ما عنده ما مرتاح، يجي يريد ياخذ راحته شويه ينام، ماكو لا كهرباء لا مي، هذا البق يعني هسه احنا ناشد العالم البق اكلنا، يعني ما يخسرون خساره الا برميل مال غاز وسياره ودخانات، واكثر من هذا ماكو. اي حلول للكهرباء لا توجد. تم صرف حدود اكثر من 37 مليار دولار لقطاع الكهرباء والنتيجه صفر. الكهرباء بالعراق لها حل، مو معضله، بس ماكو خطوات جادة لتطوير قطاع الكهرباء. بالإضافة المواطن إلى فد مساهمة بترشيد استهلاك الكهرباء، بس هذا ما جاي يجري. الصرف اللي صار تكفي هذه المبالغ الهائلة لبناء محطات كهرباء متطورة نووية تشتغل على الوقود النووي ويصدر من عندها للخارج. صح الاستهلاك زاد، بس لحد الآن لحد هاللحظة ما صار اي تحسن بالكهرباء. بعدين الخصخصه مال الكهرباء المفروض ما تصير بجبايه المبالغ، الخصخصه بالكهرباء المفروض تطوير الانتاج، صيانه الاسلاك، تطوير محطات الكهرباء، بس الخصخصه اللي اقدمت عليها الحكومه واقدمت عليها وزاره الكهرباء خصخصه فاشله، المفروض الخصخصه مو بجبايه المبالغ، جابوا شركه لجبايه المبالغ، اما هاي الخصخصه المفروض تكون بتطوير الانتاج، بتطوير انتاج الطاقه الكهربائيه حتى ينعم العراق بكهرباء نظيفه وانتاج دائمي. الكهرباء تمثل عصب مهم للعراق، الكهرباء تدخل بكل مجالات الحياه، الكهرباء تدخل بالتعليم، تدخل بالتطوير، تدخل بالمختبرات، بالمستشفيات، الكهرباء المفروض متوفرة وأبسط حقوق البشر هي الكهرباء. وشكرا جزيلا.
مشكلة الكهرباء، المشكلة القديمة الجديدة التي يعاني منها المواطن، هذه المشكلة العويصة حقيقة التي استعصت على كل الحكومات، وهناك بلدان لربما تعرضت للدمار الشامل وبنيت وعمرت بسنوات استثنائية، لكن العراق أنفق أكثر من 41 مليار دولار على محطات كهربائية، وهذه المبالغ تكفي لشراء شركة جنرال وألكتريك وواسط، يعني لا يخفى على المتتبع حالها حال المحافظات الباقية تعاني من مشكلة التجهيز، لكن مشكلة واسط أنها هي صاحبة التجهيز، على اعتبار أن لديها محطة واسط الحرارية تنتج 2500 ميجاوات، وبالتالي هذه المحطة تغذي تقريبا ربع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، لكن أبناء المحافظة يعانون من مشاكل حقيقة. وزارة الكهرباء قد نكثت وعودها بتجهيز المحافظة ب 24 ساعة كما كان فيها السابق خلال السنتين الماضيتين، ولا نعلم ما هي الأسباب، لكن مشكلة هناك أيضا عويصة أخرى، مسألة الخصخصة أيضا تلقي بظلالها على المواطن الفقير، المواطن الذي يعاني الأمرين، مشكلة عدم وجود عمل، عدم وجود فرص للقطاع الخاص وكذلك الموظفين، وحتى الموظف يعاني من مشكلة الخصخصة على اعتبار أن مبالغ الخصخصة مبالغ كبيرة ربما تصل إلى 150 أو 200 أو 300 ألف، فبالتالي ما هو راتب الموظف حتى يعطي نصف راتبه إلى الخصخصة؟ هاي فضلا عن الماء و الخدمات البلدية أو غيرها من الخدمات الأخرى. فأعتقد أنه مشاكل العراق عامة وواسط بخاصة مشاكل عويصة ومعقدة، فبالتالي تحتاج إلى حلول، وأعتقد أن مسألة الكهرباء تحتاج إلى حلول بسيطة جدا وليست معقدة، على اعتبار أن كل مواطن بسيط يستطيع أن يجهز منطقة تصل إلى 500 أو 600 بيت إذا جاب مولدة، فبالتالي كيف ما حكومة بإمكانياتها وقدراتها لا تحل هذا الأمر. موضوع الكهرباء انقطاع الدائم على المواطن، وهناك ماكو مساعدة للمولدات بخصوص الغاز، ويعني انقطاع بصورة مزرية، انه نطالب الحكومة المحلية او نطالب المحافظ انه يساعد هاي العالم، نطالع اليوم مظاهرات الساعة بالتسعة الصبح لحد ما الستة العصر تحت هاي الشمس الحارة القاتلة، والناس طالعة مظاهرات وماكو استجابة من اي مسؤول بمجلس محافظة. هناك احنا نقوم بوسائل سلمية من اول مظاهرات، وبعدين بعد المظاهرات تكون اجراءات ان كمواطنين بخصوص محافظة واسط، وما يكون لهم رادع هذولا اذا ما اكو مرات الانساني او السياسي ما يجي الا بالقوة، واحنا ما نريد، احنا ناس مثقفين، احنا ناس اهل مشاريع، ناس انسانية، احنا نعبر عن انسانية. هناك هم لا عندهم انسانية ولا عندهم سياسة ولا عندهم صورة حل للكهرباء، وهذا كله يسبب إزعاج للمواطن وقلة الإمكانيات اللي موجودة بالكهرباء والخصخصة وكل الأمور التي هي كلها سلبية. هذا يدلل أنه ماكو طريقة لحل هاي المسألة، مسألة الكهرباء، ولا صورة ولا إمكانيات في حل صورة الكهرباء. إحنا نطالب مجلس محافظة واسط في وجود حل سريع لإرضاء هاي الناس اللي طالعة مظاهرات تحت هاي الشمس الحارة، وشكرا جزيلا. وينه؟